بطلة الكاراتيه جيانا فاروق تصل إلى القاهرة وتشيد بدعم الرئيس السيسي للرياضة. ميسي يصل فرنسا لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري في الجولة 29 من الدوري الممتاز. نشرة رياضية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وصلت جيانا فاروق بطلة الكاراتيه إلى القاهرة عقب حصولها على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وأربع برونزيات. والله أنا لحد دلوقتي مخضوضة من الاستقبال بصراحة، يعني كنت متخيله ان الاستقبال هيبقى بالحجم ده او كل الناس دي هتيجي، يعني كنت متوقعه ان اكيد صحابي هييجوا اهلي هييجوا، بس كل الناس اللي انا شفتها في المطار دي وكل الناس اللي جت لحد هنا علشان خاطر تبقى واقفه معايا في يوم زي ده، يعني بجد حاجه مبهره وحاجه جميله جدا جدا اسعدتني فعلا. يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان فرحتي بالميداليه كملت، ان انا مش بس انا اللي فرحت بيها، انا شاركت بيها الناس كلها اللي كانت موجوده. وطبعا يعني فخامه الرئيس مش بس بيدعم الرياضيين، هو بيدعم الشباب بشكل عام في الفترة الأخيرة. الشباب بقى ليهم دور كبير جدا جدا بسبب فخامة الرئيس، بهديله الميدالية وبهديها ل 100 مليون مصري. وصل ليونيل ميسي لاعب كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لبورجي في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان. ومن المقرر أن يوقع ميسي عقدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين بعد رحيله عن نادي برشلونة الإسباني. ويعد ميسي البالغ من العمر 34 عاماً والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، هو أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور. هذا وأعلن والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق توقيع نقله لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ميسي سيخضع للكشف الطبي خلال ساعات ويوقع على تعقد مدته موسمان مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. نتابع المزيد مع زميلنا مباشرة من فرنسا مراسل إكسترا نيوز خالد شقير. خالد، مرحبا بك إلى هذه النشرة. بداية، حدثنا عن آخر تطورات تحركات ميسي، ماذا عن الفحوص الطبية التي سيجريها؟ تحياتي إنجي ليكي ولكل السادة المشاهدين. أخيرا وبعد طول انتظار سواء من الجماهير الفرنسية أو حتى وسائل الإعلام الفرنسية، وصلت طائرة ليونيل ميسي إلى مطار بروجي هنا في العاصمة الفرنسية باريس. وطبعا كانت هناك فرحة عارمة على الوجوه، ظهر من خلالها أيضا ميسي فرحا بتواجده من خلال طبعا هذه الصور التي شاهدناها ونشاهدها الآن عبر قناة إكسترا نيوز. أيضا من ضمن الأجواء الرائعة عن طريق طبعا إنستغرام، أعرب النجم البرازيلي نيمار وهو زميل له، كان زميل له في طبعا فريق برشلونة والآن هو لاعب في فريق باريس سان جيرمان، وأظهر على صفحته على إنستغرام فيديو وفي طبعا لون أزرق وأحمر، وقال معا سنعود أو العودة معا طبعا عنوان نيمار. فرحة عارمة الحقيقة إنجي. في خلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا الكثير من الجماهير متواجدة أمام المطارات الفرنسية المختلفة، وفي هذه اللحظات أيضا ليس فقط جماهير باريس سان جيرمان هي التي سعدت بتواجد هذا اللاعب، ولكن أيضا الجماهير، جماهير الكرة الفرنسية. أيضا الإعلام في فرنسا هنا تحدث كثيرا عن أهمية تواجد لاعب
لاعب بحجم ميسي في البريمير ليج، طبعا هو الدوري الفرنسي، سيدفع للمزيد من تحقيق الأرباح هنا في الأوساط الرياضية وأيضا الأوساط الاقتصادية. تحدث الكثير عن أهمية تواجد حجم لاعب بحجم ميسي في البطولة الفرنسية، وباريس سان جيرمان أحضر ميسي لما له من مشوار طويل في الملاعب، طبعا ملاعب كرة القدم. ميسي يبلغ من العمر 34 عام وله صالة وجال في جميع الملاعب، وباريس سان جيرمان أحضر ميسي للحصول على البطولة التي لم يستطيع الحصول عليها حتى الآن، وهي البطولة الأوروبية. فهل سيحقق ميسي هذا؟ هذا ما سوف نحاول أن نتابعه من خلال طبعا نشرات إكسترا نيوز الرياضية، وأيضا بعد ساعات من الآن من المتوقع أن يقوم بإجراء طبعا الكشف الطبي إنجي. إذن مراسل إكسترا نيوز الزميل خالد شقير حدثتنا من فرنسا، شكرا على كل هذه المعلومات. أزال عمال ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة الإسباني الملصقات واللافتات العملاقة التي تحمل صور ليونيل ميسي من جدران الملعب بعدما أعلن رسميا الرحيل عن النادي في مؤتمر صحفي. وقفت الجماهير حول أسوار الملعب لمشاهدة العمال وهم يزيلون صور ميسي أسطورة البرسا بعد الرحيل، وسط ملامح من الحزن على وجوههم من اللحظة التي لم يتوقعها مشجعو النادي الكتالوني. نشرتنا الرياضية مستمرة ولكن بعد هذا الفصل القصير. أهلا بكم من جديد. يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز. يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس ب 41 نقطة. يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي إلى مواصلة الفوز في المباريات المتبقية لحسم لقب الدوري في ظل الصراع مع الزمالك صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط. ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد جمال الناقد الرياضي. أستاذ محمد أهلا بك إلى هذه النشرة الرياضية، بداية ما توقعاتك لأداء الزمالك والاتحاد السكندري لهذه المباراة؟ في البداية طبعا مساء الخير. مباراة طبعا هتكون مهمة جدا ومباراة قوية جدا لحاجتين. الحاجة الأولانية هو أن هي لقاء حاسم طبعا بالنسبة لنادي الزمالك في صراع طبعا المنافسة على لقب الدوري مع النادي الأهلي. الاثنين دلوقتي الأهلي والزمالك بيتصدروا لقب الدوري بنفس رصيد النقاط طبعا 64 نقطة، على الرغم طبعا النادي الأهلي بيتقدم بفارق الأهداف في الترتيب وكمان بفارق المواجهات المباشرة في حالة تساوي الفريقين في الست مباريات القادمة. ولكن كمان النهاردة المباراة زادت حماس أكتر بسبب فرصة الاتحاد السكندري طبعا بقيادة كابتن حسام حسن ان هو ممكن يوصل لبطوله الكونفدراليه الافريقيه بعد طبعا سنوات كبيره جدا الزمالك الاتحاد السكندري ما بيشاركش في بطوله افريقيا. لو النهارده الاتحاد السكندري استطاع الفوز على الزمالك وحقق ثلاث نقاط طبعا هيوصل للمركز الرابع لانه عنده 41 نقطه في المركز السادس. طبعا بيراميدز في المركز الرابع برصيد 41 نقطه برصيد 43 نقطه، في حاله فوز الاتحاد هيصل للنقطه رقم 44 ووقتها هيصعد رسميا لطبعا بطوله الكونفدراليه. فده اللي المباراة ممكن تكون زادت حماسة أكبر بعد ما كان خلاص يعني طلب الاتحاد
الاتحاد الافريقي من الاتحاد الكره المصري، وهو الاربع فرق ان شاء الله اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه الموسم القادم. طيب استاذ محمد، بما انك ذكرت بطوله الكونفدراليه الافريقيه، ما الفريق الاقرب لحسم التاهل لهذه البطوله؟ خلاص، هو دلوقتي المصري خلاص وصل رسميا للكونفدراليه. المصري اعلن كمان بالامس ان هو الاتحاد الكره كان اختاره بالوصول، الاهلي والزمالك في دوري الابطال الموسم القادم. المنافسه شديده طبعا، هي تتوقف اليوم على نتيجه الاتحاد السكندري امام الزمالك. في حال فوز الاتحاد السكندري سيصل رسميا بجانب النادي المصري للمشاركه في الكونفدراليه، في حال التعادل او الخساره امام الزمالك سيصل طبعا فريق بيراميدز اللي هو بيتصدر حاليا المركز الرابع 43 نقطة، وكان طبعا تعادل امام فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة في بطولة الدوري 1-1، وكان في حالة فوزه على طلائع الجيش كان وصل رسميا خلاص بجانب المصري. ولكن اليوم في فرصة امام الاتحاد السكندري، في حال الفوز على نادي الزمالك فوز فقط هو اللي يصل به إلى طبعا بطولة الكونفدرالية. طيب ما توقعاتك لمباراة الأهلي والإسماعيلي غدا؟ طبعا مباراة الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى من المباريات اللي هي الدربيات في الكرة المصرية، مباراة تاريخية دايما في الكرة المصرية. ممكن تكون حالة النادي الاسماعيلي خلال الفترة الماضية تحت قيادة ايهاب جلال تحسنت كثيرا عن بداية الموسم مع النادي الاهلي، مع نادي الاسماعيلي، لكن النادي الاهلي طبعا الحوافز عنده اكتر يعني المنافسة اكتر على لقب الدوري. الاهلي المباراة اللي فاتت كان قدم مباراة جيدة جدا امام سيراميكا في الفترة، وقدر يكسب 4-0، وقدر اللعيبة انها تظهر بشكل كويس جدا في الصراع هيبقى قوي جدا طوال الست مباريات القادمه. كان سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكوره كان يتكلم ان الست مباريات هم ست مباريات نهائيات، فاكيد طبعا النادي الاهلي المنافسه هتكون يعني بيكون طبعا اقرب دايما الى الفوز، خاصه ان ممكن يكون الحافز اكبر. ولكن يظل النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، نادي قوي جدا تحت قياده الكابتن ايهاب جلال، ممكن اكيد طبعا يعمل مشكله جدا النادي الاهلي، ممكن يقدر يكسب النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا محمد جمال الناقد الرياضي على كل هذه المعلومات. يلتقي فريق ساو باولو البرازيلي مع مواطنه بالميراس في ربع نهائي كأس الليبرتادورس، ويتأهل الفائز بكأس الليبرتادورس للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في اليابان، ويشارك الأهلي بها بعد تتويجه الأخير بدوري أبطال أفريقيا. يختتم فريق تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني استعداداتهما لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي، وذلك في افتتاح الموسم الجديد. ملعب وينسور بارك على موعد مع مواجهة مثيرة بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في كأس السوبر الأوروبي. تشيلسي يشارك في السوبر بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على منافسه في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بهدف نظيف في نهائي الشامبيونز ليج. أما فياريال يلعب المباراة عقب حصوله على لقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على مانشستر يونايتد في النهائي، وذلك بركلة الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لكل منهما بعد الوقت الإضافي. البلوز يدخل المباراة بمعنوية مرتفعة وثقة عالية، فهو يرغب في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، كما يريد مدربه توماس توخيل بأن يظفر بأول ألقابه بالموسم الجديد. أما فياريال فهو يدرك حجم الخصم وقوته، ولكن يحضر لهذه الموقعة بتركيز عالي، حيث يطمح الفريق بأن يخطف اللقب من أنياب الخصم ليكون الأول له في تاريخه. وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حضور 13,000 مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي في بلفاست بأيرلندا الشمالية. فاز ليفربول الإنجليزي على فريق أوساسونا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد في آخر وديات الريدز قبل انطلاق الموسم الجديد. ولم يتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أو الاحتياطي لحصوله على راحة. ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي أمام فريق نورويتش سيتي يوم السبت المقبل. And the ball across the front, oh what a goal that is, absolutely brilliant from Liverpool. Gordon, that's Woodburn, and this is Takumi Minamino, and there are shirts making their way into the penalty area, and that is just beautiful. يبدأ الدوري الإنجليزي مبارياته يوم 14 من أغسطس الجاري بمواجهات مثيرة تستمر حتى 22 من مايو 2022.
أيام قليلة تفصل محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي، والتي تستمر منافساته لمدة 9 أشهر من المتعة والإثارة. مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي سيواجه في الموسم الجديد توتنهام هوتسبير يوم 14 أغسطس، كما يلتقي ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح مع نورويتش سيتي في تكرار للموسم قبل الماضي، والذي شهد تتويج ريدز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل. وفي ديربي لندني شهير يواجه تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا منافسه كريستال بالاس. أما أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني يلعب مع برينتفورد الصاعد حديثا إلى البطولة الإنجليزية. وفي لقاءات أخرى سيلعب كل من واتفورد وأستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري تريزيجي، وإيفرتون وساوثهامبتون. وليستر سيتي وولفرهامبتون ستعود الجماهير للمدرجات في إنجلترا في مسابقة الدوري الإنجليزي بنسبة 100% دون أي قيود إلزامية بسبب فيروس كورونا أو تحديد عدد معين من الجماهير للحضور في المباريات. وفي بيان قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن على حامل التذاكر الاستعداد لتقديم إثبات حول تلقيهم التطعيم بصورة كاملة أو نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا في غضون 48 ساعة قبل المباراة. وأضافت الرابطة أنها تعمل على إدخال الاختبارات بطريقة مرحلية بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من التعطيل وأقصى قدر ممكن من الأمان. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا الرياضية. لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. دمتم في أمان الله.